فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. هذه النار حامية شديدة مؤلمة موجعة عظيمة فظيعة، قعرها بعيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذات يوم وجبة، يعني صوت، اسمعوا الصحابة، قال تدرون ما هذا؟ قال الله رسول الله، قال هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا ما بلغ قعرها إلا الآن. كم العمق هذا؟ 70 سنة. ذكر بعض الطائرات التي سقطت أن خلال ثواني من آلاف الإيش الأقدام بالجو في لحظات، ولا هي في الأرض لحظات. هذا الحجر 70 ألف سنة وهو نازل 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 ما بلغ قعرها إلا الآن من 70، يعني كم هذه حجم؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. مقعد الكافر فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما بين مكة والمدينة. كم كافر؟ كم هندوسي، كم بوذي، كم ملحد، كم مشرك، كم رافضي من عباد الأولياء. الواحد مقعده كما بين مكة والمدينة، كبيرة النار جدا. أهل النار يبكون فتدمع عيونهم، لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، جبل أحد يقاس 6 كيلومتر، 6 كيلو، كبيرة حامية، يؤتى بها يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم. يؤتى بها كيف؟ لها 70 ألف زمام، بكل زمام يمسك 70 ألف ملك، أعوذ بالله من عذاب الله. ما تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية قدمة فتقول قط قط، وفي رواية تقول قد قد، يعني كفاني كفاني. فلا تحسب يا عبد الله يا مسلم أن النار يدخل فيها كثير من البوذيون وهندوس والكبار، أجي ولا مالي مكان، لا، نار حامية واسع يدخلها حتى أقوام من أهل لا إله إلا الله أقعدتهم ذنوبهم ومعاصيهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. وقودها الناس والحجارة، حتى أن الشمس والقمر يكوران ويلقان في النار، كما أخبر ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم. الشمس هذه وحدها كافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم الذي تورون تشعلون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال والله يا رسول الله كافية، كافي النار هذه. قال بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، نعوذ بالله من النار. فذاك الله من رحمته بعباده جعل لهم من النار في الدنيا فيها فائدتان، الفائدة الأولى تذكرة، والفائدة الثانية يتمتعون بها. تعرفون كم من الصناعات اليوم تقوم على النار؟ كل هالصناعات اللي تراها واللي تسمع فيها كلها معالجة في النار، حتى الأخشاب تعالج في النار. تصور الأخشاب فيها رطوبة فيها كذا بالنار، الكهرباء بالنار، الحديد بالنار، الزجاج هذا اللي من يستغنى عن الزجاج اليوم في الطائرات وفي السيارات وفي الشبابيك وفي بالنار، الحديد بالنار، البلاستيك هذا بالنار، طهي الطعام بالنار، المصانع ما يسمونها محروقات هذه كلها تحترق بالنار، فوائد عظيمة. لكن أعظم من ذلك أن الله قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. قبل المتاع بالنار والاستفادة منها هي تذكرة، يتذكر بها المتقون نار جهنم. وما زال المسلمون إذا أصابه شيء من النار قال أعوذ بالله من النار، إذا هذه حرارة إبريق أو قدر أو حرارة شمس، فكيف بعذاب الله بالنار التي فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. فالمسلم يا أخوان التقي تذكر هذه النار بهذا العذاب الدنيوي
واتقي عذاب الله عز وجل الأخروي، أعان الله وإياكم والدين منها.